تفضل. اعطينا الورق استاذ رشاد. حكم محكمة باسمي لتسيير امور المعمل. وهي هويتي. عقيل بدران. استاذ واصل انتحر الله يرضى عليه، وابنه طلع مانو قاتله مثل ما رب وجهه السفر بحازي. الله يرضى عليك، على اللي ياخذ لوحه الاعلانات. شرف. يعطيك العافيه مدام. في شخص جايب معه اثنين وعم يقول انه هو وكيل السيد علام. ما بعرف، اعطاني ورقه حكم محكمه. ايه فاتوا على المدى. ايه شو بتحبيني اتصرف؟ امرك. مع السلامه. إذا بتريد. يعطيك العافية. أهلا وسهلا. هذا القسم شو اسمه بالله؟ هذا قسم القص. في واحد اسمه فيصل هون. فيصل قاضي؟ بالضبط هذا هو. هديك قالته، بس صار له كام يوم ما داوم. يمكن ضعفان. ماشي شكرا. عفوا بس يرجع مين قل له؟ صاحب المعمل الجديد. أهلا وسهلا أستاذ، نورتي أهلين. أهلين يا هلا. كيف فيك ترجع على شغلك ولا يهمك؟ حاضر أستاذ حاضر. ولك شو صاير لها؟ ليش ما عم تحكي وقت ما فتنا وانت ساكت؟ شبك؟ شو بدك يعني احكي؟ يلي ساويناه مو صح. شو هو اللي مو صح بالموضوع؟ ما بصير نفوت على مكتب المرة غصب عن السكرتيرة. هذا المكتب صار مكتبي. غير كيف عم تحكي وكأنه فعلا صار مكتبك. لك مو فعلا، صار مكتبي وانتهى الموضوع. ايه بس اجى علام، شو بدك تعمل؟ شو بدك بهالشغله انت؟ اترك الموضوع علي، هلا لا تنزع لي مرائي الله يخليك. ها ماشي. يا مدام روح شوف شغلك. ولك انا ليش حاططك هون؟ اه فهميني يا مدام. والله مو بإيدي. لك كيف ناس ما بتعرفيهم تسمحي لهم يفوتوا على مكتبي؟ اه مدام والله مو بايدي. قال هو صاحب المعمل الجديد. صاحب المعمل؟ لك صاحب كندرتي. الله ينزع صباحك على صباحه. اه تبع الدشات. برافو عليك، عن جد برافو عليك. يعني حسنت تعمل شيء كثير مهم. عليك يا ست الكل وهدي. يلي عمل هو انا. السيد مهاب نفذ بس. كل الاحوال مو من حق اي حدا يفوت على مكتبي بهالصوره السخيفه هي، ومين ما كان يكون. ما بيصير تحكي مع صاحب رزق بهالطريقه هي. ما هيك صاحب شو؟ صاحب رزق محسوبك عقيل بدران. بكون وكيل ومدير اعمال السيد علام، والعينتين استاذ رشاد هو المحامي تبعي. هلا بورجيك الوثائق كلياتها رح تثبت لك الكلام اللي عم بحكيه. انا مالي بوثائق ولا بطيخ مبسمر. مو من حقكم تفوتوا على مكتبي بالغصب. شو رايك اطلب لكم الشرطه؟ بركي بعمل لكم شي جرصه. اذا هذا الشيء بيريحك ما عندنا مشكله نهائيا. تفضل اطلب اطلب. لو سمحت استاذ عقيل. مدام الاستاذ عقيل بحق له يفوت على المكتب امتى ما بده بالطريقه اللي بده اياها، لأنه المحكمة عينته مسير أعمال لحين البت النهائي بالدعوة. يعني ممكن يفوت على المكتب إمتى ما بده، يطلب القيود، يطلب السجلات، وأنت لازم تقدمي له إياها، لأنه هذا مال مؤتمن عليه. دعوة شو؟ رح أشرح لك، بس يا ريت تهدي شوي. القصة طويلة، تفضلي استريحي. أنا ما بقعد غير على مكتبي. حقك تودعي الغوالي فعلاً، الكرسي غالي كثير، وظريفة القعدة اللي جايب ما أحلاه وبدور ما أحلاه. شرفي بس لا تعدي كثير، شوي صغيرة. ها شرف، نحن نتفقد رزقنا وشوف ما عملنا. إذا بتريدي إذا بتريدي لا تقربي علي، لا تلبسيني ابنه. شرف سيد راسي، شرف أستاذ رشاد فهمها كل شيء. ها كل الأمور. يلا شرف شرف سيد مهاب على مكتبك. يلا جريمة المتهم عقيل بدران.
بجناية الشروع باعتدائي على قاصر. الحكم عليه بالأشغال الشاقة مدة 7 سنوات. تصرف هيا، افترض حدا من زملائك هون، شو كان صار؟ والله مزبوط معك حق، الله قدر ولطف. شو الله قدر ولطف؟ اطلع من خليتي، اطلع! عبد الله بسم الله الله أكبر. شو؟ يلا كتولة وين؟ بعرف انه الاداره هي السبب، والست محازم ما شاء الله عليها بتعتبر حالها ابو العريف تبع السوق كله. من اليوم ورايح في طريقه جديده بالشغل، لانه هذا اللي عم تعملوه اسمه مسخره، مفهوم؟ يلي بده يلعب روح بيلعب بيت امه وابوه، واللي بده يحافظ على رزقه بينفذ كل شيء عم له اياه وبيقول حاضر، واللي بيعمل غير هيك بحط رجلي بظهره وبكبه برا. مين مشرف القسم هون؟ انا استاذ. أنا زلمة بحب الوفاء، والوفاء بقاموسي بيقول إنه كل شيء بيصير بغيابي لازم أعرفه مشان أقدر أدير المعمل بطريقة مهمة، ولا أنا غلطان؟ عداك لعيب أستاذ. كتير منيح، معناتها أنت العوايني تبعي من اليوم ورايح، العوايني تبعي، وحقولها بصوت عالي، العوايني تبعي، لأنه اللي بيحب معلمه بيخلص لرزقه. عوايني على كل رفقاتك، موافق؟ ولك يلا خلصني ما عندي وقت. يا استاذ لا تقلي أنا... استاذ موافق لما لا كلمة بدي اسمعها. بعتذر منك استاذ، ما بحسن. حلو 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 كتير هالحكي، بيعجبني رفيقكم ظريف. يلا هوينا حبيب، شطبنا فرقنا بريحة طيبة. يلا معك، لأنه زلم أم حازم ما بدنا ياهم ولا عنا بالمعمل. يلا هلا صرتوا بلا مشرف. مين حابب يصير مشرف؟ طيب مين حابب يصير عوايني عندي لحتى اصرف له مكافاه او ساوي مشرف؟ والله انت باينتك جائر وعينك وقحه. مري استاذ. حابب تصير مشرف؟ معلوم استاذ حابب. شو الاسم الكريم؟ سالم استاذ سالم. عاشت الاسامي يا سالم. عاشوا احبابك. من اليوم ورايح شو بيقلكن سالم بتقولوا له حاضر، مفهوم؟ مفهوم استاذ. ما سمعت، مفهوم؟ مفهوم استاذ. والله 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 اللي بيقصر بشغله لكبه مثل الكلب برا. اللي بده يحافظ على امته ولقمه اولاده يقول حاضر وبس، مفهوم؟ لك علوا صوتكم. مفهوم. اخي انت شو عم تساوي؟ ليش عملت هيك؟ مالك على الله. شو؟ ما سمعت. تتهنى. الله يبارك لك يا سالم. انك شايفه يا مدام الاجراءات قانونيه 100%. بتحبي تسالي وتستفسري هذا من حقك، بس طالما النهايات واضحه ليش نفوت محاكم ونعذب حالنا اذا بنقدر نحلها بشكل ودي؟ ما حكيت ولا كلمة، طول الوقت كانت عم تسمعني وبس. يعني شو موقفها يعني؟ أي شيء بدها تعمله هو مضيع للوقت، نحن النتيجة بجبتنا وأمورنا واضحة. هلا هذا بده تصليح يا مهابة. يعني اللي قاله صح؟ أنا ما طلعت على أوراق الدعوة، بس كل الإجراءات الآن عندنا قانونية. بس أنت ما فهمتني إنه هيك رح يصير. يا مدام، أنت ما حطتيني بصورة أي شيء من تفاصيل خلاف بينك وبينه. أنت سألتيني عن رجوعك أنت والشب عن شهادة الزور، وما جبتي لي سيرة أي شيء تاني. طيب شو العمل هلا؟ حسب حيثية الدعوة، أي شيء بدنا نعمله هو إطاري لمدة الدعوة. بس النتيجة لصالحهم 100%، يعني الدعوة خسرانة. شو الدعوة خسرانة؟ أنت هيك خربت بيتي. يا مدام ما في داعي للحكي، الوكالة تبعي عن شهادة الزور. وما عندي أي فكرة عن حادثة الانتحار أو عن نقل ملكية المعمل، وكل شيء عم تحكيه هلا جديد علي. طيب، لاقي لي تصريفي بأي طريقة،
خذ المبلغ اللي بدك اياه. مالي حبيب غشي، يلي فينا نسويه هلا نتفاوض معهم وبس. شلون يعني؟ يعني ممكن نسلمهم المعمل والممتلكات بسرعه لقاء مبلغ متفق عليه، يعني نقصر مده الخصومه. شو؟ مدام مره ثانيه مالي حبيب غشي وخليك عايش الامان. كل الاجراءات اللي قام فيها صاحب المعمل قبل ما ينتحل باطل قانونا، وبامكان الولد يبطل مفعولا. القانون واضح بهالنقطه، لذلك لازم نروح لاقصر الطرق ونحلها بشكل ودي. لانه ممكن يتطور خلاف بعد شوي ويصير في متابعه لسياستك الماليه بالمعمل وتطلع لنا خصومات جديده نحن بغنى عنها.